الحجامة علاج مهم وقد لا يسلط عليه الضوء في كثير من الأحيان، حيث أن الحجامة هي طب ديني بالدرجة الأولى. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يقول: لما عرج بي إلى السماء ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. يعني كان توصيت السماء للأرض اعملوا حجامة، أو هدية السماء للأرض الحجامة. لأنه لو رعى باريس كان جبلنا هدية من باريس، ولو رعى لندن كان جبلنا هدية من لندن، طلع على السماء جبلنا هدية من السماء. لو كانت هدية موز وتفاح كانوا أكلون، أنا وياكم ما وصلنا شيء بعد 1400 سنة، فجبلنا هدية توصلنا بعد 1400 سنة ألا وهي الحجامة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا كنت أخشى على أمتي التشدد لأمرتهم بالحجامة. يعني عشو واحد صير واجبة مثل الصلاة والصوم. كان يقول: خير ما تداويتم به الحجامة. ما قال لأي مرض، يعني لكل الأمراض شو ما بيكون عملوا حجامة. معك سرطان عمو الحجامة، معك وجع راس عمو الحجامة، ما قال له شو. خير ما تداويتم به نقطة الحجامة. فصارت الحجامة طب ديني، منعب باتجاه القبلة، منصلي على محمد وآل محمد، منقول آية الكرسي، منحس حالنا عم نعبد الله أكثر من أنه عم نعمل شغلة طبية. الحجامة نوعين: حجامة وقائية وحجامة علاجية. الحجامة الوقائية بتنعمل بفصل الربيع، أدار، نيسان، أيار، حزيران، هدول أشهر الحجامة الوقائية، ما بني شي يعمل لي حجامة. الحجامة العلاجية بتنعمل كل السنة بكل الأوقات. نحن عادة في عنا مقولة إنه في الجمعة ساعة من احتجم فيها مات، على ذلك نهار الجمعة ما بنعمل الحجامة، بس إلا للمضطر جدا جدا جدا. منقول آية الكرسي، كل آية الكرسي وعمل الحجامة متى شئت، فينا نسوي هيك. الحجامة للمرأة وللرجل على السواء. المرأة طالما عندها الدورة الشهرية ما بتعمل الحجامة الوقائية، لأنه حجامتها الوقائية شهريا بتكون بالدورة الشهرية. أما إذا كان عندها أي مرض من أوجاع رأس، أوجاع اكتاف، أي مشاكل تانية، بإمكانها أن تعالجها بالحجامة كما يعالج الرجل مشاكله وأمراضه بالحجامة. فإذا للصغار وللكبار، للنساء وللرجال، في كل الأوقات في حالة العلاج. أما في حالة الوقاية فالحجامة تعمل في أشهر الربيع، أدار، نيسان، أيار، وحزيران. كما وأنه الحجامة في منها الحجامة الجافة والحجامة الرطبة والحجامة المنزلقة. الحجامة المنزلقة والحجامة الجافة مفيدين، ولكن مش مثل الحجامة الرطبة اللي فيها تشطيب وسحب دم فاسد من الجسم. وقد نورد بعض صور لنوعية الدم اللي بيطلع خلال الحجامة. بعد في شغلة مهمة بكتاب مكارم الأخلاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في 7 صفحات مكتوبين عن الحجامة، منهم أن الحجامة علاج روحاني. شو يعني علاج روحاني؟ يعني علاج للعين، للحسد، للمس، لكل هذه القضايا الروحانية علاج لهم الحجامة. إذن هذه الحجامة من الناحية الدينية والأحاديث تبعيتها. أما من الناحية العلمية الطبية، كيف تعمل الحجامة؟ الحجامة من الناحية الطبية تشتغل على مبدأ الطوارئ. شو يعني مبدأ الطوارئ؟ إنه أنا لما بجرحك بدون ما أحط لك بنج على الظهر، بعطي معلومة للدماغ إنك أنت مجروح، كأنه جرحك الأسد، هيك بالغابة يمكن تنزف حتى الموت. الدماغ بده يستنفر كل أعضاء الجسم ليمنع عنك الموت. شو بيعمل؟ غرفة عمليات عسكرية، بصير ينزل أوامر عسكرية على كل الأعضاء. هلأ استنفار عام، أول أمر عسكري بنزله الدماغ للكبد وللطحال، بأنه على الأولو دم هالزلمة مجروح، هني كيسان دم بيعصروا هيك على الأولك دم، بيطلع الدم سائل بالكاسة الأولى ما بيجمد، بالرغم من أنه بيشوف الهواء ولكنه ما بيجمد. بالكاسة الثانية الدماغ بيعطي خبر للكبد بأنه هالزلمة بعده مجروح، ما المعروف عطينا بروتينات تخسر الدم لنجمد الدمات، واعطينا ادوات المعركه. شو هن ادوات المعركه؟ سكر، كوليسترول، تريغليسيريد، البكتحرون اللي تقاتل الاسد فيهم. الكبد بيفتح الخزانات وبيكبهم كلهم لبرا، بينضف الكبد. واذا نضف الكبد نضف كل الجسم، لانه الكبد هو الكيمياء تبعت الجسم. المسيحيين لينضفوا كبدهم من هالبروتينات بيصوموا كل سنه 40 يوم بلا اكل لحمه. نحن بعد نص ساعه بنكون فضينا، احسن من هيك. بالكاسة الثالثة الدماغ بيعطي خبر للب العظم، بيقول له الزلمة بعده مجروح، ما المعروف عطينا خلايا دم جديدة لنعوض الدم اللي راح، وخلايا مناعة جديدة، بركي فات ميكروبات من هالجروحة، ساعتها بتقوى عندك المناعة. وإذا قوية المناعة
شو عندنا امراض تتعلق بالمناعه من ربو، حساسيه، اكزيما، صدفيه، روماتيزم، كلهم بيصحوا احسن من هيك. اذا عندك شي خليه سرطانيه انت مش منتبه لها، عم تكبر شوي شوي، بس تقوى المناعه بيقوى خلايا المخابرات، بصيروا يفتشوا منيح بالجسم، مين في غريب لنقتله؟ طلع بيلاقوا خلايا سرطانيه، شو عم يعملوا هون؟ عيطوا الخلايا المقاتلجيه اسمهم كيلر سيلز. خلايا من نوع الليمفوسيت بيجوا بياخذوا معلومه عن شكل الخليه اللي لازم قتلها. فبيروحوا انه بيبحثوا عنها بكل الجسم، وين بيلاقوا منها بيقتلوها. من هون الحجامه علاج للسرطان. وانا في عندي لحد اليوم 3 من مرضاي، واحد كان عنده سرطان بالرئه، ثاني كان عنده سرطان بالمبوله، والثالثه امراه كان عندها سرطان بالدم، وقد شفيوا تماما من بعد الحجامه باذن الله طبعا. اما باخر كيس شو بيصير؟ الدماغ بيعطي خبر للاعضاء التناسليه، للخصيتان عند الرجل والمبيضات عند المراه، بالمزارين بعده مجروح بركي ميت، خليه يعمل شي ولد قبل ما يموت للحفاظ على الحياة. ستبقوا عنا الخلايا المنوية والهرمونات الجنسية. من هون حجامة علاج للعقم. وأنا صار عندي بالعيادة 48 ولد خلقانين على الحجامة تبعيتنا، أو صاروا معي مش حدا خبرني. فالحمد لله رب العالمين. على نفس مبدأ الكلمنتين الرجعي، كيف نعمل كلمنتين رجعي؟ منعطي الشجرة 3 أسابيع منحسسها أنها بدها تموت، ردة فعلها بتزهر وقت مش لازم تزهر. نحن وقت نترك الإنسان ينزف لمدة 3 ساعة، ساعتها الدماغ بيفهم أنه أنت يمكن تموت نزفا، بيعطي أمر عسكري للأعضاء التناسلية أنه بدنا ولد. من هون الحجامة علاج للعقم. وزي ما قلت صار عندنا 48 ولد خلقانية على حجامتنا، عدا عن الدراسات الكتيرة المعمولة بفحوصات قبل الحجامة وبعد الحجامة عن الدم، السكر، كوليسترول، عن الخلايا المنوية وعددهم وحركتهم. وإذ بكل هيدي الفحوصات بتدل وبتشير إلى تحسن يبلغ 80 و90%، والحمد لله رب العالمين. لذلك إني أجري الحجامة حتى في طريق 40 حبا بالحسين وقربة لله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.